مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج حكايتي. حكايه النهارده غير حكايه النهارده، فيها النجاح والامل والتحدي والاختلاف. وليه بقول الاختلاف؟ لان الاختلاف سمه العظماء. في بعض الناس بيطلبوا منك انك تمشي على نفس خطوات نجاح اللي قبلك، انك تكون صوره لخط نجاح اشخاص تانيه، وده طريق الفشل. لذلك حكايه النهارده فيها الاختلاف عن باقي حكايتي من قبل، وهي حكايه ضيفي وضيف حضراتكم أستاذ حازم قاسم، محاسب والفائز بمقعد الفيوم في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. أهلا بيك، شرفتني ونورتني النهارده. تشرفنا. أهلا بيك. ربنا يخليك. وقبل ما نبدأ في حلقتنا خلينا أقول لكم إنها تبقى حلقة استثنائية عن باقي حلقات البرنامج. حلقة النهارده هدفها صناعة الوعي والتنوير والتوعية وإظهار الإيجابيات ومناقشة السلبيات، وإزاي نقدر نسلط الضوء على الإيجابيات ومناقشة السلبيات بدلا من إننا بنتبع الترندات والفضايح والعورات لاجل طبعا الريتش والمشاهدات، زي شيماء، البيج ياسمين، انتش وجري، عامل الكشري وغيرهم كتير كتير كتير. وتعالوا نبدا حلقتنا مع ضيف النهارده اللي مشرفني في برنامج حكايتي. اهلا وسهلا استاذ حازم. تشرفنا. اهلا وسهلا بيك، شرفتني ونورتني النهارده. الشرف طبعا، ربنا يخليك. طبعا حضرتك سن 32 سنه او 33 سنه ما شاء الله، وحضرتك عضو مجلس الاتحاد المصري لكره السله، وفزت بمقعد الفيوم عن 22 مرشح في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. مظبوط. طبعا حضرتك تعتبر نموذج ناجح للشباب اللي طبعا دلوقتي بيصيبهم اليأس وعدم ما فيش امل خلاص قدامهم. تحب تقول لهم ايه؟ اولا عايزك تشرح بس في البدايه لما حضرتك ترشحت ولما حضرتك فزت، ايه الشعور اللي انت كنت عليه ساعتها والناس اللي ساعدتك في الانتخابات؟ في البداية أنا يعني حابب أشكرك على الدعوة الكريمة وعلى لقائي بيك، وإن شاء الله يعني أأمل أن يكون المحتوى إضافة لأي حد من المتابعين والمشاهدين. بالنسبة لنموذج المحاكاة، هو باختصار نموذج من فكرة وزارة الشباب والرياضة، وده هو فكرة مستحدثة. هي الشباب والرياضة يعني مش جديد عليها، يعني نماذج المحاكاة في برلمان الطلائع وفي برلمان الشباب وفي نماذج، بس أول مرة في مصر نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. بالظبط، تزامنا مع وجود أول دور لمجلس الشيوخ، فبالتالي جت فكرة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. الموضوع باختصار شديد انه هو نموذج بيحاكي المجلس الكبير او المجلس الحقيقي، مع اختلاف طبعا تمثيل المحافظات ونسب تمثيلهم. الفكرة منه انه يأهل اكبر عدد من الشباب ويخليهم على استعداد ان هم سواء من خلال الاحزاب او من الممارسة السياسية بشكل عام، ان هم يقدروا يتمكنوا بعد كده ان هم يمارسوا الحياة السياسية من خلال بقى مجلس الشيوخ، مجلس النواب، او اي اماكن تنفيذية او شعبية في الدولة يعني. فبالنسبة للنموذج كان اتقدم لي في الفيوم 22 مرشح فردي، وفي ايضا برضو 6 قوائم. القائمة كانت بتشمل فردين، لازم كان تجمع ما بين صفة متحدي الاعاقة او المرأة او اخواتنا المسيحيين. وحضرتك برضو عضو مجلس ادارة نادي متحدي الاعاقة في الفيوم. مظبوط مظبوط. تمام. تحت السن برضه، تحت السن الدورة الثانية على التوالي. حضرتك نموذج انا بقدمه للساده المشاهدين، نموذج ناجح للشباب. ربنا يخليك. لان طبعا الشباب هم عمود الامه. ربنا يخليك. حصلت الانتخابات كان لها استعداد يعني على فترات طويله، وعشان الموضوع جديد فما كانش في جدول زمني معلن معروف. اتقدمنا كلنا وكانت التجربة بصراحة أنا سعدت بيها جدا. يمكن ممكن أكون أقل حد من المرشحين، معانا نماذج وأسماء سفهات كبيرة جدا وتقيلة جدا، ومنهم أصدقاء وأصحاب وفي أماكن برضو
وناس بتشتغل عمل عام وعمل تطوعي من فترة. ربنا حالفني الحظ واداني الفرصة، ويا رب يعني اقدر اعمل حاجة واكون عند حسن الظن الناس. المعلومة المؤكدة انه النموذج كان في شبيه ليه، يعني عندنا مثلا نموذج البرلمان الشباب ده من احد ابنائه، يعني النائب محمود حسين ده رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب حاليا، ما شاء الله. النائبة هيام الطباخ عضو مجلس الشيوخ حاليا، النائب محمد السباعي نائب مجلس الشيوخ الحالي. فهو نموذج فعلا بيحاكي المجلس الحقيقي وبيأهل الشباب للعمل السياسي بطريقة ممنهجة وسليمة، وازاي تقدر تطالب وازاي تقدر تحقق اهدافك، بتتعلم من البدايات جدا. التمكين بقى وعدم التمكين ده بقى دور الاحزاب ودور ما بعد النموذج. ما بعد النموذج. تمام. ولسه كمان يعني النتيجة ما اعلنتش بشكل رسمي، ولكن النتائج المبدئية يعني كان المقعد الوحيد الحمد لله ليا، والمقعد القايمة للدكتور جمال عبد الناصر ده أخ وصديق، والأستاذة دعاء فضل معي، ثلاث مقاعد عن الفيوم. طيب حضرتك أكيد في حاجة ماشي بيها في حياتك أو كلمة طبعا بترددها في مشوارك، إيه هي؟ يعني مثلا أنا حضرتك دلوقتي شاب عندك زي ما قلت لك 33 سنة، وحضرتك ما شاء الله نموذج يحتذى به، ربنا يخليه. ازاي الشباب يمشوا على نفس نهجك؟ طبعا انت عارف دلوقتي الشباب همه دلوقتي ان هو يسافر، همه دلوقتي ان هو يتابع الترندات والكلام الفاضي، ايه راي حضرتك؟ بص انا يعني وجهه نظري مش هتبقى يعني شبه اغلب الشباب اللي يعني في بدايه حياتهم وربنا يعني حالفهم الحظ بان هم يدخلوا على اي استحقاق او اي تجربه وينجحوا فيها، ولكن انا يعني عايز اكون واقعي اكتر، لان انا قبل ما اجي مع اصحابي وبعد ما بطلع مع اصحابي واهلي وناسي حياتي طبيعيه وحياتي طبيعيه، فانا لامس ومش هينفع اتكلم واشرد كده في حته بعيد واقول ان الدنيا كلها وردي وان الحياه جميله اكيد لا. وايه يا شباب انتوا ازاي زعلانين وازاي مكتئبين وعايزين تسافروا، انما لا يعني انا مقدر جدا وشايف انه الضغوط الحياتيه صعبه، وان الشباب في الفتره يعني فتره الشباب يعني لو اي حد بص المنظور اوسع هتلاقي انه فئه الشباب هي فئه ساخطه وصاخبه على الانظمه في جميع دول العالم، يعني هو مش في مصر بس ولا الشباب دايما ازمتهم في مصر بس، بالعكس يعني كل مع اختلاف بقى الثقافات واختلاف الدول والحكومات وطبيعة الشعوب، انما الشباب عادة ما بيعجبوش حاجة ومن السهل قوي ان انت تقنعه، ولكن للأمانة الضغوط والالتزامات الحياتية بتدفع الشباب في الفترة دي وخصوصا يعني في وقتنا ده انه عليه التزامات كبيرة وعليه ان هو باصص لمستقبل بيتصدم بيه بعد ما بيطلع من كليته وبيبدأ يدخل على الحياة العملية. فأنا من ناحيتي اللي أقدر أقوله أو أنصح بيه من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي المحدودة انه هي الصورة مش كلها سودة يعني بمنتهى الأمانة، ولكن هو انت يا إما هتغير يا اما تسكت، انما فكره ان انا مش عايز اكون جزء من ان انا هغير ولا ان انا هحتك ولا ان انا هكون جوه الدايره، فمش لازم تفضل تنتقد طول الوقت وتفضل شايف الدنيا سودة وتسودها على كل الناس اللي حواليك. انا حواليا ناس كتير واصحابي وحبايبي توصل ان يبقى في تفاؤل وامل. بالظبط انا يعني في حاجات كتير فيها الحلو مش كلها يعني وحش، وبعدين احنا في فتره يعني اكيد التاريخ هيكتبها وهيذكرها واولادنا واولاد ولادنا ان شاء الله، يعني احنا في مسيره اصلاح يعني لابد منها، احنا يعني للاسف احنا جيل للاسف
بنحاسب على فواتير قديمه يعني، بس هو حظنا ان كان لازم هيجي الجيل ده، كان لازم هيجي الجيل هيواجه انه هيبقى في اصلاح اقتصادي، وهيبقى في زي ما سياده الرئيس دايما يقول هنربط الحزام شويه. فانما مش معنى كده ان الدنيا وردي وان الامور. بس انا اخد حضرتك في حاجه بقى. اتفضل. انا مثلا شاب من الشباب طالع ولسه عايز اعمل حاجه. تمام. فطبعا اطلع الاقي ترند انتش واجري. الاقي مش عارف عامل الكشري عمل مش عارف ايه. تمام. الاقي مش عارف شيماء. تمام. الكلام ده كله انا كان معايا واحد صديقي ده، دي حاجه حقيقيه. فطبعا بقول له انت عملت ايه؟ قال لي انا عايز افتح مشروع بس والله ما خايف ما يجازيش او ما يعملش معايا حاجه. طب ليه يا ابني؟ طب ابدا. ابدا يا عم، انت شايف اللي بيحصل في مصر والاعلام بيسلط الضوء على الكلام ده. ايه راي حضرتك؟ والله بص، موضوع الترندات ده تحديدا هو بالنسبه لي انا موضوع مستفز جدا. هو مستفز، واحنا السبب في اننا بنخلي الترند ده يطلع. بس يعني لو انت اتكلمت يعني زي ما بيقولوا كده ورقه وقلم، يعني اي ترند او اي محتوى هو عشان يعني عوامل نجاحه هم حاجتين. الحاجه الاولى من وجهه نظري المتلقي اللي هو احنا، والمتلقي ده حاجة من الاتنين اللي بتخليه يتفاعل مع المحتوى. أول حاجة يا إما الفضول، أنا شفت حاجة فدافع الفضول حركتني إن أنا عايز أستمر وأشوف النهاية إيه أو إيه اللي بيحصل. فدافع الفضول ده عامل أساسي في إن أنا أتفاعل بشكل مباشر. الحاجة التانية الاستفزاز، إن أنا ممكن هو مش فضول قد أكتر من إن أنا مستفز من المحتوى ده أو من الفيديو ده. وممكن كمان يتحول او يترجم استفزازي ده بان انا اكتب كومنت حتى لو بالسلب، بس هو انا مش عارف ان انا كده بساعد على ان انا بعلي الريتشو وبخليه يتربع والناس بتتفاعل معاه. فده الجزئيه الاولى، فكره المتلقي. الجزئيه الثانيه ودي الاهم، هو صانع المحتوى نفسه. الشخص اللي بيعمل الفيديو او بيفكر في الترند ده، الدوافع بقى كتير يعني. في يعني الجزء الاكبر او السواد الاعظم هتلاقيه هوس الشهره ده بقى عند كل الاطفال وكل الشباب. يعني انت ممكن في 15 دقيقه تبقى في حته تانية خالص. فهوس الشهره ده دافع كبير قوي في فكره انه الناس تعمل ترندات بالمنظر ده، وكتير. غير هوس الشهرة برضو فكرة ان في ناس ممكن عندها، ودي حاجة بقى نفسية، هو مش شايف نفسه مؤثر ولا شايف نفسه له قيمة ولا شايف نفسه ان هو له مكانة وسط اهله ولا وسط الناس ولا حتى في شغله ولا لاقي نفسه. فبيدور وده علميا يعني على اي حاجة تلفت الانتباه، حتى لو حاجه رخيصه او حاجه سلبيه او لو حاجه يقول لك اروح ارقص لرقصتين واطلع بالظبط. فهو وعشان التجربه بقت سهله فكله بيفكر بالطريقه دي. انما طبعا ما فيش اي حد عاقل ولا حتى على المستوى انه حد يكون متربي ولا ابن ناس كمان يفكر ان هو يتدنى بالمنظر ده يعني. وهيجي اليوم ان شاء الله يبقى عندنا درجة وعي تقدر تواجه وتجابه الشكل ده من الترندات بإذن الله يعني. طيب عندنا حاجة حلوة دلوقتي بتحصل في مصر، مبادرة حياة كريمة، أي حاجة تدعو للتفاؤل شوية. جدا. أكيد طبعا في محافظة الفيوم عندك في طبعا في صرف صحي وفي غاز وفي طرق بتتعمل وفي حاجات، بس هل الناس عندكم حاسين بالكلام ده؟ بص أنا هبقى صادق معاك جدا. مبادرة حياة كريمة أنا من وجهة نظري وبدون رياء والله، هي يعني أعظم مبادرة كانت في تاريخ مصر. يعني أنا شايف إنه حجم المنشآت والاعتمادات المالية الضخمة، يعني مثلا القيمة التقديرية مثلا لمحافظة الفيوم كانت 9 مليار جنيه، وصلت لحد 15 مليار. أنا عايز أقول لحضرتك مثلا مقارنة، يعني احنا المخصص المالي لمحافظه الفيوم السنه دي 600 مليون. 600 مليون. 600 مليون يعني في محطه مجمعه في يوسف الصديق تكلفتها 600 مليون، اللي هو كان الاعتماد المالي بتاعه محافظه الفيوم كلها.
رقم ضخم، رقم كبير جدا. محافظة الفيوم 1308 مشروع بيشتغل على كذا محور، من طرق لتعليم لصحة لمياه شرب لاتصالات، وابعت لحضرتك كمان يعني حجم انشاءات ضخم وكبير. مجمعات الخدمية دي يعني حاجة من الحاجات اللي يعني لو شفتها والله العظيم الواحد يعني فعلا بيتبسط جدا. مجمع خدمي في مكتب بريد ومكتب كهرباء وسجل مدني والسجل والمجلس المحلي، كله في مكان واحد بدل ما يكون كل واحد في مكان. بالظبط. فأنا سهلت على المواطنين كتير كتير، انما هي بمنظور عام مبادرة قوية جدا بتشتغل على 157 مركز. ده رقم ضخم، 4800 او 584 تقريبا قرية، يعني حاجة ما كناش نحلم بيها. الجزئية بقى فكرة هو المواطن ليه مش حاسس، او هل الناس لمسة ده ولا لا، ده منتهى الأمانة الضغوط الاقتصادية والالتزامات بتخلي دايما عين المواطن مش بتشوف ده كويس. يعني مهما تعمل انشاءات، لان انت بتشتغل على شبكة بنية تحتية كبيرة، فتفكير الدولة وتفكير الحكومات عادة ما بتكونش زي المواطن، وده تشوفه حتى في أولويات الصحاب. يعني لو لمت صحاب كده أو لما في عيلة، هتلاقي أولوياتي في حياتي غير أولوياتك أنت. أنا نفسي لو معايا 1000 جنيه هشتري أول حاجة موبايل، وبعد كده لبس، وبعد كده ممكن آكل. التاني لا، أهم حاجة إنه ياكل، وبعد كده لبس، وبعد كده يعمل حاجة تانية. فهي بتختلف. إنما فكرة المواطن لامس ده ولا لا، هو أي مواطن هيبص بعين مجردة. في ناس كتير قوي صحابي دايما يعني يقولوا بس والدنيا والظروف وبتاع، بس ما بيبصوا بعين مجردة، لا بيقولوا إن في إنجاز فعلا. وبعدين يعني كل حاجة بتشتغل مع بعضها، يعني الاتصالات بتشتغل في نفس الوقت، الكهرباء، في مياه الشرب، محطات الصرف، كله بيشتغل في وقت واحد. فان شاء الله يعني الدنيا بس ما يعني تتقفل، لان زي ما بقول كده البلد بطنها مفتوحه. احنا عشان نتكلم اكتر عن الموضوع ده، عن مبادره حياه كريمه، معانا دكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عبد الله وبضيوف حضرتك واستاذ المشاهدين. اهلا وسهلا، شرفتنا النهارده في برنامج حكايه يا فندم. الشرف لينا يا فندم. عايزين نتكلم اكتر عن مبادره حياه كريمه في الفيوم، وايه ايه اللي وصلنا له لحد دلوقتي في محافظه الفيوم، وهل المواطن فعلا حاسس بالكلام ده ولا لا من وجهه نظر حضرتك يا فندم؟ طيب مبدئيا احنا عندنا في محافظه الفيوم اللي دخل في المرحله الاولى من المبادره الرئيسيه حياه كريمه مركز يوسف الصديق ومركز اس. بنتكلم على 1300 مشروع في كل القطاعات، في مختلف القطاعات. بنتكلم على الصرف الصحي، بنتكلم على مشروعات مدارس، انشاء مدارس جديده، مشروعات طبعا بنيه تحتيه وبنيه فوقيه، يعني كلها مشروعات ضخمه. وعندنا طبعا دي بتنفذ في 64 وحده محليه. طبعا حضرتك انا كنت سامع حضرتك بتتكلم ان احنا عندنا مجمعات خدميه. بالظبط، احنا عندنا مجمعات خدميه موجوده في كل وحده محليه. عندنا طبعا مجمعات صناعيه كبيره هتبقى موجوده علشان يعني اهالينا اللي بيمتهنوا حرف يدويه او عندهم بعض الصناعات اللي موجوده اللي بتمتاز بها القرى في المركزين هيبقوا برضو هيبقوا موجودين في المجمعات الصناعيه دي، وكمان بنسوق المنتجات بتاعتهم. عندنا ال 1300 مشروع الموجودين، 1300 مشروع الموجودين طبعا تكلفتهم حوالي 15 مليار جنيه، ودي التكلفه المبدئيه. طبعا احنا خلينا اتكلم، لو حضرتك بتتكلم انه المواطنين حاسين ولا مش حاسين، خلينا اقول لحضرتك المواطنين احنا اشركناهم من البدايه في المبادره. يعني لأول مرة كان يحصل في الجمهورية إنه يبقى في لقاءات مجتمعية بتحدث مع المواطنين علشان نبقى عارفين احتياجاتهم الفعلية وتحدياتهم اللي موجودة على أرض الواقع إيه، ونبتدي نلمسها ونشوف أحلامهم إيه وننفذها. والغريب اللي إحنا رصدناه إنه احتياجات الناس وأحلامهم كانت أقل من الاحتياجات اللي إحنا كجهاز تنفيذي حطيناه على الورق علشان ننفذه. فبالعكس احنا دلوقتي عندنا المواطنين قالوا احلامهم ورصدوا احتياجاتهم الفعليه، واحنا كدوله وجهات تنفيذيه حطيناها على الورق وابتدينا ننفذ،
وهم ابتدوا يشوفوا هذه المشاريع وبيشتغلوا كمان فيها. يعني كانت توجيهات برضو القيادة السياسية ومجلس الوزراء ان احنا لازم يبقى الشباب والمواطنين اللي موجودين في القرى هم اللي بيشتغلوا في الانشاءات وبيشتغلوا في صناعة المشروعات اللي جنب بيوتهم علشان يبقى عندنا تحريك لعجلة الاقتصاد. فلا يعني انا برد على حضرتك بقول لحضرتك ان احنا الناس حاسه بهذه المشروعات من بداية المشروعات ومن بداية لما كانت افكار لحد ما دلوقتي بقت بتتنفذ. احنا عندنا دلوقتي المرحلة الثانية اللي هتم تنفيذها ان شاء الله الاشهر القليلة القادمة، هو مركزين، مركز الفيوم ومركز طامية، وابتدينا نعمل خلال الفترة الشهور اللي فاتت دي ابتدينا نعمل لقاءات مجتمعية علشان نعرف برضو الاحتياجات والتحديات اللي موجودة عند أهالينا في المركزين دول علشان نبتدي في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كاملة. تمام يا فندم. طب بالنسبة لضبط الأسعار في محافظة الفيوم يا فندم؟ طيب بالنسبة لجهود ضبط الأسعار، احنا عندنا عدد من المحاور اللي شغالين فيها. يعني خلينا أقول لحضرتك إنه عندنا السيد المحافظ بالجهات التنفيذية و يعني عندنا الوحدات المحلية ورؤساء المراكز ووحدة المتابعة الميدانية في ديوان عام المحافظة، يعني من يوم الأربع اللي فات أو ومن يوم الثلاث كمان اللي فات وخلال الأسابيع الماضية احنا ابتدينا ان كل هذه الجهود التنفيذية هتنزل على أرض الواقع، تبتدي تشوف المنافذ والهايبرات والسوبر ماركتات وسلاسل السوبر ماركتات الكبيرة اللي موجودة في المدن وفي المراكز وفي القرى، تبتدي تشوف الأسعار ومدى انضباطها، وبيتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية مع أي حد بيخالف هذه التعليمات أو بيبقى فيه مغالاة في الأسعار لأي منتج من المنتجات. يعني خليني أقول لحضرتك آخرها كان من نص ساعة بالظبط أنا كنت مع السيد المحافظ دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بيتفقد فرع للشركة المصرية لتجارة الجملة في منطقة الحواتم في مدينة الفيوم، واطمأن على توافر السلع وانضباط الأسعار بشكل كبير، وموجه لكل القيادات التنفيذية بأنهم باستمرار يتم تكثيف المرور على المنافذ البيع في أنحاء محافظة الفيوم. تمام يا فندم، شكر شكر طبعا مبذول كبير، وطبعا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على الجهد المبذول في محافظة الفيوم يا فندم، شكرا لحضرتك جدا، شكرا. عايزين نرجع نتكلم عن حاجة مهمة جدا، الزراعة. طبعا كان في حوار وطني، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بيه وألزم بالحوار الوطني، وطبعا في حزب في حزب حماة الوطن عمل حوار وطني عن الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي. عايز أشوف رأي حضرتك. طبعا الزراعة دي أهم حاجة دلوقتي في موجودة في مصر. ده حقيقة، احنا دايما نقول إن الزراعة عصب الاقتصاد المصري وانه ركيزة أساسية، وانه الزراعة يعني احنا من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والمصري معروف انه فلاح، يعني يديله أرض تلاقي معمر يعني بشكل يعني مبدع. مبدئيا أنا شايف مبادرة السيد الرئيس للحوار الوطني لمحور الزراعة حاجة مهمة، وجلسات الاستماع اللي بتحصل يعني منتجة وفيها توصيات بصراحة جميلة وأفكار مهمة جدا. كان فعلا من يومين تقريبا أو من أسبوع كان في الحوار الوطني المصغر في محافظة الفيوم لحزب حماة الوطن، وكان في تمثيل لكوادر تنفيذية وشعبية كبيرة وحضور كان كثيف. وتابعت للأسف، أنا كنت أحد المدعوين ولكن كان لظروف قهرية ما قدرتش أحضر، ولكن الحقيقة أنا شفت توصيات كانت جميلة ومفرحة جدا بعد الحوار، وتابعت من خلال بعض التنظيميين برضو اللي تربطت بهم صداقات في الأمانة الحزب، ولقيت انه كان الحوار كويس وفعال جدا. انا شايف بصورة عامة يمكن حتى مصر على اعتاب مبادرة ضخمة وهي توطين زراعة البذور، ودي من الحاجات المهمة قوي. يمكن للأسف وقت حلقتنا انتهى. أنا طبعا في النهاية بحب أشكر حزب حماة الوطن على الحوار الوطني اللي هم عملوه، وكان مشارك فيه جميع أطياف الفيوم من نواب ومفلاحين ورجال أعمال وشخصيات عامة في محافظة الفيوم، فطبعا نوجه لهم كل الشكر والتقدير.
وطبعا الوقت سرقنا وما قدرناش نكمل. ان شاء الله في حلقات تانية كتير نكون مع بعضينا باذن الله. وبحب اشكر حضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.